نحط قطع المانجا بهذا الشكل، نحط خمسة تمرات سكري، وحدة موزة، وملعقتين حلاوة صينية. اللي يحب ملعقة، اللي يحب ملعقتين، أنا أحط ملعقة واحدة بالمكسرات طبعا، وملعقتين عسل، بس حاحط ملعقة واحدة. هذا هو العسل، ملعقة واحدة. كوبايتين حليب من شاطئ. نحط تورت كذا بهذا الشكل حليب. نضرب كاسة ونصب عليه راس التورت. ترى الطعم روعة.